رجع تاني لكأس الأمم الأفريقية، كنتم في مجموعة تضم منتخبات كبيرة زي منتخب مصر ومنتخب غانا. قبل بداية البطولة كنت تتوقعوا أنك هتتصدروا هذه المجموعة، وتحديدا المواجهة أمام منتخب مصر كنت شايفها إزاي، ومستوى منتخب مصر بشكل عام في هذه البطولة؟ هل فاجأك هذا المستوى؟ الحقيقة احنا ما كناش عارفين ان الماتش هيبقى صعب بالطريقة دي. الحقيقة انا عايز اقول لك ان احنا مش احنا بس، يعني احنا حتى في المكان اللي كان قايم فيه البطولة كنا دايما بنسمع عن منتخب اسمه منتخب الفراعنة، وبالفعل احنا كنا بنتلخبط في الاسم، لان احنا كنا عارفين ان احنا هنلاعب منتخب اسمه منتخب مصر، لكن منتخب الفراعنه لما احنا بدانا نسال مين هم منتخب الفراعنه، عرفنا ان هو بالفعل المنتخب المصري اللي احنا هنلعبه، وبالفعل احنا خفنا اكتر لان منتخب مصر فيه لعيبه كبيره، فريق كبير، لعيبه دوليه ومحترفه بره، فالموضوع كان صعب جدا للغايه. ما كانش بس ان احنا بنشعر بالخوف، ولكن ان احنا كنا دايما جزء من التدريب بتاعنا يمكن 90% ان احنا لازم نتفرج على ماتشات منتخب مصر، واحنا مش هننسى صعوبة الوضع اللي احنا كنا فيه، مش هننسى صعوبة اللعب اللي احنا لعبناها، ولكن ده يشرفنا ان احنا نلعب مع فريق دوليين زي منتخب مصر. محمد صلاح ما لعبش مواجهة كاب فيردي، كان اصيب في مباراة غانا. اسالك عن صلاح بشكل عام، وكيف ترى مسيرته العظيمة في كرة القدم العالمية؟ أنا بيتهيألي إن إحنا محظوظين للغاية يا كريم إن إحنا محمد صلاح ما لعبش اليوم ده، مش علشان إحنا مش بنحبه كلاعب، ولكن محمد صلاح لاعب خطير جدا، مؤثر في فريقه في ليفربول حاليا، ولكن طبعا اي فريق بيجي لاعب فريق منافس بيتمنى ان نجوم العالم او النجوم اللي ظاهره فيه ما تبقاش موجوده، ولكن هو محمد صلاح حد محترم، محمد صلاح بيلعب بشكل اوروبي، واي فريق عالمي او اي فريق اوروبي يتمنى ان هو يبقى عنده لاعب زي محمد صلاح.